عشان يعني ما نتخنش في في الشتاء اكتر. كلنا للاسف يعني في 2 3 كيلو كده لازم نتصالح عليهم في الشتاء، بس ممكن نقتصر على ال 3 كيلو دول ما يزيدوش عن كده. حاجات بسيطه قوي زي ان احنا نغير عادات زي ما نيمو كانت بتقول، بسيطه نقدر نغيرها بدائل في الاكل. والحاجه الثانيه ان احنا كل وجبه يبقى اهم حاجه بنبص عليها هي البروتين. طول ما احنا بناكل بروتين كفايه طول ما احنا شبعانين، فطول ما احنا شبعانين مش هناكل زياده او مش هنوفر ايت زي ما بنقول. يعني البروتين هو من الحاجات اللي لو ركزنا عليها هنشبع، من الاكلات اللي بتشبع. احنا بنسميه المايسترو عندنا في التغذيه، هو المايسترو. هو كل حاجه طول ما احنا مركزين ان احنا في كل وجبه لازم يكون فيها بروتين، طول ما احنا شبعانين حتى في الشتاء مش هنوفر ايت، مش هناكل بزياده وهكذا. طب اي نوع من انواع البروتين، النباتي او الحيواني ولا في نوع معين؟ كل الانواع طبعا، يعني يفضل احنا ناكل من كل حاجه وما نبعدش عن اي فود جروب زي ما بنقول. بس لو في ناس عندها مشاكل معينه ما بتحبش اللحمه، احنا كده كده بنكومند اللحمه مرتين ماكسيمم في الاسبوع، لكن فراخ ماشي، سمك ماشي، بقوليات ماشي. بس البقوليات مش بناخد منها اناف بروتين زي اللي بناخده من البروتين الحيواني. الحيواني بيبقى اكتر. بالظبط. اوكي. وبيشبع يعني انت بتشوفوا ان البروتين النباتي والحيواني بيشبعوا زي بعض ولا ممكن يكون في حاجه بتشبع اكتر؟ على حسب الكميه، ما اقدرش يعني على حسب كل واحد بياكل قد ايه. انا عايز اسالك سؤال، النباتي قد ايه والحيواني قد ايه البروتين في الوجبه؟ انت بتقولي 3 وجبات فيها بروتين. ما هو برضه قد ايه على حسب. بس انا ما لو عايزه اخس ما انا مش هقدر ازود قوي من البروتين. لا ده طريقه حياتي. طريقه حياتي كام مره بروتين في اليوم؟ يعني لو اكلت فول الصبح مثلا، فطرت فول، اقدر اتغدى لحمه او فراخ ولا كفايه مره بروتين في اليوم؟ طبعا في حسبه بنحسبها كده اسمها هاند بوشن كنترول جايد. ازاي بالبلدي نقدر نعرف احنا محتاجين ناكل قد ايه بروتين؟ حلوه الهاند بوشن كنترول جايد. دي مثلا للبنات اللي هم ياكلوا افريج من 1300 ل 1500 كالوري، بنقول لهم لازم تاكلوا ثلاث حت، يعني ذات ماتش اوف بروتين في اليوم. قد كف الايد؟ قد الحته دي. اوكي. طب ما دي بتعمل 150 جرام مثلا على الفراخ. بس معنى كده ان احنا لازم في الفطار يكون في بروتين ولازم في العشاء يكون بروتين. كمان ده بالنسبه للبنات. أوكي. بالنسبه للرجاله دبل الكميه، يعني الراجل في كل وجبه يبقى عنده 2 كمان في الفطار وفي العشاء. يعني ثلاث وجبات يكون في فطار غدا عشاء يكون في نسبة البروتين دي. شفت البنات طلعت رقيقة، محتاجة نص كمية بس. نص كمية. يعني طب لو أنا فطرت فول أو أي نوع من أنواع البروتين تانية واتغديت حاجة فيها لحمة، أتعشى إيه في بروتين؟ ممكن بقى زبادي، ممكن جبنة قريش، في كل أنواع الجبن برضو. تونة. تونة. ممكن حتى تاكلي فراخ تاني مثلا متبقية من الغدا تعمليها سلطة مثلا. بالظبط. طيب تنظيم مواعيد الأكل، دايما برضو بيتكلموا الدكاترة عن اللي عايز يخس لازم ينظم مواعيد أكله وعدد الوجبات في اليوم، واختلفت بقى المدارس على تنظيم مواعيد الأكل. أنتوا بتشوفوا الموضوع ده إزاي؟ أنظم إزاي مواعيد أكلي؟ بصي، هو كل واحد هيكون مختلف وما فيش صح أو غلط، بس الفكرة إن مثلا ممكن الواحد يكون بيبتدي يومه من بدري قوي ويوم طويل، فمحتاجين إن هما يأكلوا كذا وجبة على مدار اليوم عشان ما يحسوش بالجوع قوي. في ناس بتكون مش قادرة تفطر الصبح، مش لازم الواحد يفطر، ممكن يأجلوا الفطار شوية، مفيش مشكلة. الفكرة ان الواحد يأكل نسبة الكالوريز اللي هي مظبوطة على حسب المجهود اللي هو هيعمله في اليوم، وان هو برضو الواحد ما يفضلش مجوع نفسه قوي ففي الاخر ياخد قرار غلط ساعه الاكل، اللي هو لما تكوني جعانه قوي. دي اكتر حاجه